خلينا نرجع نص المصاري على القليلة بعدين بنقتله. عمي أنا ما بدي مصاري، مثلك مثل عمومتي، ما بيهمكن غير المصاري. أنا ماشي. وين ماشي؟ رايح أقتله. نورس بلا قلة عقل، إذا قتلت نايف أبوك ما رح يرجع. أنا ما بدي رجع أبي، بدي أبعت نايف أبو طاق مطرح ما بعت أبي. نورس لا تخليني أزعل منك. عمي إذا شفتني من بعد اليوم زعل مني. خاطرك. أب محريز؟ يو أب محريز؟ أيوة الله حي أب محريز. كيفك سيدي؟ لك تجاني على بالك؟ لك أنت بالبال دايماً خيو؟ بدي أودع على السيارة عندك. بكرام عينك، خير مسافر لشي محل؟ لا والله بس عليها شوية إشكاليات، بدي تحط لي إياها هون بالبستان وما تخلي حدا يشوفها. بكرام صفها يلا. لا مستعجل كتير، بس بدي منك شغلة عمي أب محريز. موت بس دبكيك، صرنا زمان ما شفنا رأسك. يلا روح. يلا طيب يلا روح العب يلا. لساته رقصاتك حلوين يا ضيف، دير بالك عليها. لا والله مستعجل، ما بصيبك والله ما بحسن علي الحرام ما فوت. خلص كبرت لا تجاهرني، خلص برجع لعندهم. دير بالك على السيارة. مع السلامة. هاي هويتك؟ ها رقم 3 سيدي، الاثنين اللي قبلي اللي طالعوها بالواسطة، أنا الثالث بس لأني مواطن صالح. خلينا بالمفيد يلي جاي علينا، شلون سرق لك إياها؟ طلع فيها وهرب يا سيدي، كان تارك المفاتيح بقلبه. شو اسمه؟ اسمه عماد بصبوس، الملقب بالضبع، هو اللي سرقها سيدي. اسم أبوه جلال واسم أمه خزامة. بتعرفه يعني؟ ما يعني ما بعرفه، على أساس نحن بلشنا بدنا نكتب العقد قام طلع فيها وهرب مصر. طيب بتعرف اوصافه شيء؟ اوصافه ما بينت معي، كانت الدنيا ليل يا سيدي ما بينت معي، بس عمره يعني بالستين، 65 تقريبا هيك يعني. طيب وقع على اقوالك؟ ما فيها مسؤوليه ولا شيء. ما فيها مسؤوليه، انت الجاي عم تشتكي. طيب خلص حط ايديك ورجليك بمي بارده. ها هاي توقيع سيدي. اشرب متى شبك سيدي، اشرب ماصلي شوي بس. معليش من ايديك بركة. ها وين يا جبان؟ وين؟ شوفي 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 هني نفسهم لحيني لحيني. ما صرت عليهم ليش ساكت؟ خليني قلح، خليني انبح لحتى يشبح. يوه بدي انقلح. لأنت بدي انبح؟ يوه قلبتك اليوم وانت رد عليه لحتى يقتلني. تحب يفتح البوابة لحتى يخلص علي مشان ترتاح يا عطرتك؟ خلص لأمي، حرام عليكم ارحموا لأبي بقى، لسك الواحد يعلمه من جهة ما بتكفي بلوته. أبوكي جوزي والرجال اللي حامينا، ما بحب شوف عينه مكسورة. تكون عينه مكسورة أحسن ما يكون في السكين بظهره، عينه مكسورة أنفع لنا. فشر بنص عينه، أنا ما حدا بيقدر بيكسر لي عيني لا هو ولا غيره. طالع كسر راسه يا أبي، ما في داعي. أنا جبان يا واطي وقف لورديك وقف. هرب هذا هو؟ بهالسن ها، بس ماني متأكد من الملامح 100%، كان لابس سلوك. اتقي الله يا رجل، أنا بحياتي شفتها. أنت عماد بصبوس الملقب بالضبا؟ إيه أنا. منتل بريس؟ لا أنا مو منتل بريس، أنا من الشربانية ومقيم بالحزقي من 30 سنة. ما بعرف ما بعرف، الصوت كأنه مو صوته. قول قول ايه منشوفك ببيروت. بيروت؟ ماني متأكد اذا كان الصوت يعني هو صوته ولا لا، ما بدنا نظلمه للزلمة، ماني متأكد. لكن هاتوا هوياتكم وقعوا لي هون انت وياه. ما فيها مسؤولية؟ ما فيها مسؤولية، ما بطلع منها شيء؟ لا ما فيها شيء. شريف رقم 3 هويتي أنا، الاثنين اللي قبلي مطالعينها بالواسطة لأني مواطن صالح. وين واقية؟ لا تواخذنا عم. شو لا تواخذونا؟ شو هي لا تواخذونا؟ ليش قلت لك لا تواخذونا؟ جبتوني من حزك إلى هون وحطوني على الأراضي وبعدين قلت لي لا تواخذونا؟ مو ذنبي أنا، هو هيك عطاني اسمه، شو أعمل؟ بجوز تجربوا اسمه؟ بجوز
بس ما راح فلتك، بدك تروح تتغدى عندي. ما بقدر، بدي روح على البول ما سافر لعند عيالي. تتغدى وبتروح، لا تتحيوان، العمى ضربني بخلقتك. قلنا لك مالي قادر. فنجان قهوه يا اخي ما باخره، بزعل منك. لا حول ولا قوه الا بالله. شرف شرف انت. لا انت شرف. لا يا سيدي انت بدك تشرف. اخي شرف انت. كبرت بدماغي علي الطلاق غير انت تشرف. لا حول ولا قوه الا بالله. شرف. جايه جايه. مين مين؟ انا مخدوق. مرحبا مرت عمي. اهلا وسهلا. وينو عمي؟ عم بتحمم جوا. يلا طياري جاينا ضيوف، روحوا خذوا طريق، خذوا طريق. تعال فوت فوت. تعال لك تعال فوت كمان فوت. تفضل تعال فوت. ما بفوت انا، انت اول. لا والله انت. انت بفوت اول. علي الحرام غير اخي انت بفوت. لك يا اخي كبرت براسي فوت. صورة مين هاي؟ صورة عمي ابو مرتي. انا يا اخي تاخر بدي امشي. وين بدك تمشي؟ امشي فوت مالك، خصينا على القهوه. بدك تشرب قهوه؟ اخي بعدين بعدين. على الحرام غير تشرب بعدين. كبرت براسي بدك تشرب بعدين. بشربها. عماد نايم. انت طيب يا كلب، وانا وضيت عمري ملاحبي ترى. لا تطول بالك عمي، خلص المهم. طلع عايش وطلعت بريء من دمه. انو تار؟ تار شو؟ ما يفهم ماشي. انو تار يا كلب؟ سأل ولادك. أخوك وابنك مو مخلينه ينام الليل، تاهمينه إنه قتلك وملاحقينه. ابني؟ مستحيل ابني يكون في لي ابن. أنا واليوم طمت الضيعة ما عندي ولاد. لك إيه عم يقولوا إنه خلق بعد ما قتلت بسبعة أشهر. أنا قتلت لك يا أخي خير نتفاهم. القصة عم تعبر دماغي، ما عم تعبر دماغي مثل عالم الناس، ممكن نتفاهم عليها؟ ما في تفاهم، ما في تفاهم نوب. هلا كلياتنا بدنا نطلع على الضيعة سوا ونخلي أهل البلد كله يعرفوا إني أنا بريء. ايه بريء، وبعدين حسابي معك. بجوز انا ما ضل بريء، ساعتها بيعرفوا اهل الضيعة ليش انا قتلتك وبيعذروني. بيعذروني ضروري نطلع الضيعة. ما بصيع التلفون يعني. لك يا اخي ما بيمشي الحال، لازم يشوفوك لحتى يصدقوا. خايف منهم؟ خايف منهم مو هيك؟ لا والله بالعكس، انا مشتاق لهم وبحبهم، بس كل ما هنالك انه مرتي الاولانيه خايف تدبق فيني وانا اضطربتي بسببها. لك يا اخي شو دخلنا بمرتك؟ تنباب العزاء انت ومرتك، بس الزلمه مهدور دمه من عيلتك. يا سيدي الله ينعى الطمع، لولا الطمع ما كسر كل شيء. لك مشان الطمع سرق المصاري وهرب فيهم. ايه هرب فيهم، انكر اصلا انك اخذتهم، بس مو تفبرك جريمه قتل. جريمه قتل؟ انا ما فبركت ومالي عرفان لهلا ليش تهموك باكلي. ها والسكينة اللي لقيناها بالخرابة؟ أخي سكينة نايف كانت عندي، يمكن نسيانها بالخرابة. ها والدم؟ الدم منين إجى عليها؟ ما بتذكر، بجوز يكون داب عليه شي جاجة. المهم هلأ، المهم هلأ نلاقي نورس، خليه يعرف إنه أبوه طيب. لك قبل ما يعملنا شي مشكلة. ولا يهمك، نورس أنا بدور عليه. وبعدين بقوي العشاء. الله يرضى عليه المرزوق، الله يرضى عليه. لولا ضلينا طول عمرنا خايفين. ما هيك بابا، ليش ما خبرت الشرطة كنت ارتحيت؟ اللي قاتل قتيل ما بينفعه غير حذره. إذا اشتكيت للشرطة بدهم يحطوا نورس بالحبس. برهان شو بعمل فيه؟ إذا حطوا اثنين بالحبس في بقية إخواتهم، وإذا حطوا كل بقية إخواتهم بالحبس في بقية عيلته. معقولة يحطوا كل العيلة بالحبس مشان جريمة مرتك أبوها؟ مرتك أبوها؟ الله الله يا محامي، قوم تقبرني شيل الفيش من المي أحسن ما يروح في حدا. ليلى ونوراس ليلى لسه ما بيعرف، ما بيعرف. يكتر خيرك يا أبو محرز، متعودين على الأفضل. لحنا فضلت على شواربنا من فوق. إيه مو حرزة، تقلتها على الأرض. لك أنت اللي بتحرز يا حبيب قلبي. عمي أبو محرز بدي منك طلب. مور هاي السيارة يعني ما بقدر سوقها أنا هلأ لأنه فيها تعميم. شو المطلوب مني؟ بدنا ناخد السيارة نصفها برا، وبدك تروح تبلغ الشرطة أنه في سيارة صار لها ملحوشة كذا يوم مشان يلغوا التعميم. من هاي قبل هاي التقى الرجال بدك إياه؟ التقى. طلع لألك طلع، خليها نصفها برا.
تعيشوا. ان شاء الله الف صحه وهنا. المهم هلا حنون انه الشرطه تلاقي السياره قبل ما حدا يسرقها عن جد. صحيح، شلون خطرت ببالك هالفكره مرزوق؟ شو بعرفني، في قتيل بس ما في جثه، قلت لحالي بجرب هالتجربه. يا الله لا يوفقه، صار له 30 سنه معيشنا بالخوف. الله وكيلكم، الله وكيلكم، ما لي عرفان شو بدي اعمل بموسى الكباس بعد ما ينحل الموضوع، ما لي عرفان شو بدي اعمل فيه، تعودت عليه، تعودت عليه مثل مسبحة، كل ما سمعت دعسة وراي بفتح جيبتي. بسيطة عمي بسيطة، بكرة أنت عم تسوق البسكليتة بالإيدتين، ما بتحسن تسحبه. إذا قتلتك مين ياخذ بيتارك؟ لك حنان. عم بمزح معك. مسحه مثل مسحي.